القداس الإلهي لعيد العنصرة المجيد لسنة 1971 لقداسة الآب القمص بيشوي كامل. ونموتى يوتن ودبنا ترس في وطن ممشير من وطنب اوهرين نموكوت موضوط فوق سليك نعوص سليك لسي انت ابنوتي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي. Yeah.
بطف مريف البس منيف اوه الميد ابن ودب يود من شوي اوه بن نوتي وبن صوتي رسوس في خريسوس جعفر سوادين ونفر بيسرير ونفرير ونفشوك تنير وفتي سوير افتيد دين افندن شير انصفون نار انتين وفضوش اندف اريرون فين ضعف افعين امنوتير تابن ام خانرين نبين الجذيب ام تكرتور اتشوي سبن نوتي تابن تكرى تورك يوتن بن شنسو بن نوتيو بن سوتير إسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنت نوح في السنة وقبلتنا إليك وشفقت علينا وعضبتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات في الجسيح منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شاركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الاشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وانسى بشعبك وعن هذه الميدان الصالحة نبات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العيد والكتاب عبيدك يا رب خدام هذا اليوم خمسة الشمامسة وكل الشعب
وحقارتي يكون محلين من فم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والقديس البطريرك سويرس معلم جسفورس والقديس يوحنا فمجاب والقديس كرولس والقديس باسيليس والقديس غرورس والثلاثمة والثمان عشر مكتوان بنقيا والمال خمسين وخصوصين والمتان بأرس ومن نفس أبينا الطباو البطريرك الأنبا كرولس وان سم حقارتي لأنه مملو مجدا اسم القدوس والآب والأبن Thank you.
صوتي. إلى أهل كورنثوس الأولى بركات علينا أمين. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الأخوة فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البك كما كنتم تساقون. ومن أجل هذا أعرفكم أنه ليس أحد يتكلم بروح الله فيقول أن يسوع أناثيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع هو الرب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يفعل ما يشاء الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، وآخر يعطى كلام العلم بالروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولكل عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أصناف الألسنة، ولآخر ترجمة الألسنة. ولكن هذه المواهب كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل أحد بمفرده كما يشاء، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد وإن كانت كثيرة إنما هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وكلنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس بعضو واحد بل هو أعضاء كثيرة. فإن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد أفلم تكن تلك من الجسد، وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد أفلم تكن لذلك من الجسد. لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما شاء. ولكن لو كانت كلها عضوا واحدا فأين الجسد؟ فأما الآن فأعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تستطيع العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أن تقول للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أنها أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي تحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينالها جمال أفضل. وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطينا الناقص كرامة أفضل لكي لا يكون في الجسد انشقاق، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم تألمت جميع الأعضاء معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، وإن الله وضع في بيعته أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب الشفاء ومعاونين ومدبرين وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ أم هم جميعا صانعون قوات؟ أم هل وهب لهم جميعا مواهب شفاء الأمراض؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون فتغايروا عن المواهب؟ الحسنى نعمة الله الآب فلتحل علينا أمين. Hey.
نمت في صميس نوك في الابت لوك برخن إيسوس ما اسمي ينبر من ربيكم أزموس وزيني تشوت خندك أزموس بيك أزموس ناسيني نمت بأبي سمي فلتكن معنا آمين. وأما أنتم فلكم مسحة من القدس وتعرفون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعرفون الحق بل لأنكم به عارفون، وأن كل كذب ليس هو من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ فذاك هو المسيح الكذاب الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، وأما المعترف بالابن فله الآب أيضا. وأما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا به، هو الحياة الأبدية. كتبت إليكم بهذا عن الذين يضلونكم، وأما أنتم فالمسحة التي قبلتموها منه تبقى فيكم، ولستم محتاجين إلى أن يعلمكم أحد بهذه الأشياء، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي صادقة لا كذب فيها، وبحسب ما علمتكم فأثبتوا. فالآن أيها البنون اثبتوا فيه حتى إذا ظهر يكون لنا عنده ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم إنه بار فاعلموا أن كل من يصنع البر فإنه مولود منه. انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أبناء الله، لا تحب العالم ولا شيء مما فيه. Oh.
حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار صوت من السماء رفتة، صوت كصوت الريح العاطفة، فامتلأ منه جميع البيت الذي كانوا فيه جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة مثل النار واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان رجال يهود أقوياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما كان ذلك الصوت اجتمع كل الشعب وتحيروا، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، وكانوا مبهوتين متعجبين قائلين بعضهم لبعض: أترى أليس جميع الذين كانوا يتكلمون جليليين؟ فكيف نسمع كل واحد منا لسانه الذي ولد فيه؟ فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكاردوكية وبنطس وآسيا وفريجية وبنفيلية ومصر نواحي ليبيا القريبة من القيروان، والرومانيون يهود ودخلاء، كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وآخرون كانوا يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا ثلاثة وسكرا. فوقف بطرس مع الإحدى عشر فرفع صوته وقال: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعين، ليكن هذا معلوما عندكم وانصتوا لكلامي، لأنه ليس سكارة كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول: الله يكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فتنبأوا بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤيا، ومشايخكم يحلمون أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وعلى إمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب من السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان،
والشمس تتحول إلى الظلمة والقمر إلى دم قبل أن يأتي يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. لم تزل كلمة الرب نامية في هذه البيعة وكل بيعة أرثوذكسية إلى الأبد. آمين.
لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم رحمنا. الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب كل يوم يهيئ لنا طريقنا إلى خلاصنا السماء المعزي روح الحق الكائن في كل مكان والمالئ الكل كنز الخيرات ومعطي الحياة تفضل هلم وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلموا وكن معنا ونجنا وخلص نفوسنا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا في السماء واقفين يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة Thank you.
الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الآثار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهون يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك من أجل الدين المقادر اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نياحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلاصنا كلنا وشفانا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت الذي ذا Yeah.
والرب بصوت البوق، لأن الرب ملك على جميع الأمم. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوا. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم، وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم. المعازي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى جر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، أما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. أما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم
قديرا إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني لأنه يأخذ من مالي ويخبركم كل ما للآب هو لي لهذا قلت إنه يأخذ من مالي ويخبركم والحمد لله دائما. ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاتك يا محب البشر اذكر يا رب سلامة الكنيسة الوعد الوعيد المقدس الجامع رسولي من أجل سلامة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامع رسولي الكنيسة اللي نصفه من أقاصي المسكونة إلى أقاصي كل الشعوب كل القطعان باركهم السلام التي من السماء تنزلها على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر إنعم به علينا إنعاما الرئيس والجند والوزراء والمشيرين والجموع جيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام اعطينا سلامك لان كل شيء قد اعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا لاننا لا نعرف اخر سواك اسمك القدوس يا رب والذي نقوله لتحيا نفوسنا بروحك القدس
ولا تدع موت الخطيئة قليلا نحن عبيدك ولا على كل شعب. فلنسأل الله الآب ضابط كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب نفس دين الطباوي البطريرك الأنبكيري صلوا وصلوا من أجل إحنا السادين الطباوي المكرم الباب الأنبال كلنا فيك يمي حضر نفسه والطائرة في الدرس النائم ويقيم لنا رايا صالحا بحسب قلبي يرى شهد ابو طارق ابو نصر الله صلى الله عليه وسلم يا سبب تفضل يا ربنا احنا في حبنا بين القديسين انا بان تقيم لنا رايا صالحا يرعى شعبك بطهارات وعدل وجميع الأساق فرزفين القمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء الكنيسة الواحدة الواحدة المقدسة الجامعة الرسمية أنعم عليهم وعلينا بالسلامة والعافية من كل موضع وصلواتهم التي يصنعون عنا وعن كل شعب وصلواتنا نحن أيضا عنهم فساراتهم الذين يرون الذين لا يرون يسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا أما أن فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة. وأيضا فلنسأل الله الآب ضابط كل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باري تكون لنا بغير مانع وغير عتمة كمشيئتك المقدسة الطباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنبى لنا رب ولعبيدك الآتي بعدينا إلى الأبد عبادة الأوثان بالتمام إخلاء من العالم الشيطان وكل قوات الشريرة اسحقهم واذلهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك فعل وابسلهم ولتنقض افتراقات فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل الزمان الآن اذلهم حلة عظم عارفهم ضعفهم سريعا ابتل حساسهم وسعاتهم وجنون وشر من إمتك يصنعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفل قم يا رب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وسد كل مبغض اسمك القدوس Thank you.
الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هادمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدون اجدها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار السلامة الكاملة والمحبة والقبلة الطاهرة والتولية لمسرتك يا الله قلوبنا من كلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت وجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا شوي دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربينا Yeah.
Oh,
مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدور المالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجدي المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس ديته هيراتنا رب انجاني انجينوس نمني عرشي انجينوس نعرشي نفسوسياني افرونوس نمت شايفني سمعت الله في لساني انسوك وار يتويراتو انتكوتي انجالي شارو بيم اسمين فال نمني سيرافين ناتيشو انت إبرام نسخن ومني والإن أذكارو إبقوا إموس
قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بالرواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعال سند أنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بإذنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس في مريم تجسدا وتأنسا وعلمنا طريق الخلاص منعما لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مدعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب قام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك يا الآب وارسا يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد واحد كنحو أعمالي شتموت آه اسمه روح
الهدي الذليل. Amen.
وفيما نحن أيضا نصنع ذكرى الآلام المقدسة وقيامته من الأموات يصعد إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني التي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال الغضاء لله بخوف ورعزة يجعله جسدا مقدسا له رب وهذه الكاس أيضا دما لعهد جديد الذي لا اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأرواحنا وأجسادنا لكي نكون جسد واحد وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام في الكنيسة وهذا العهد المقدس الجامع الرسولية من أجل سلامة واحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية هذه التي اقتنيتها بالدم الكريم الذي لمسيك احفظها بسلام وكل الأسخ فالأرثوذكسيين الذين فيها ولنذكر يا رب نفس أبينا الطوباوي البطريرك الأنباكير النوس واطلبوا من أجل نياح نفس أبينا الطوباوي المكرم البابا الأنباكير النوس لكي ينيح الرب نفسه الطاهرة في فردوس النعيم صلوا واطلبوا لكي يقيم لنا الرب رايا صالحا بحسب قلبه رشاده بطارة وبر صلوا اطلبوا من اجل جميع بين المطارن والاساقفة ارثوذكسيين تفضل يا رب نيح نفسه في حزن بين القديسين الان بان تقيم لنا رايا صالحا يرى شعبك بسعارة وعدل والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة الان بهم يا رب على كنيستك يرعون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة الارثوذكسيين والشمامسة من أجل بين القمامسة وبين القصوص وبين الشمامسة والإيهودية كلهم وسبع طاعات كنيسة الله و
وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين. اللهم من أجل خلاص العالم ودينتنا فيك وسائر المدن أكبر من كفائر والأزيلة. والساكنين في هذه من لا تفضل يا رب أو يكسب ثمرات الأرض في هذه السنة باركها. أبونا والسماء ثمرات الأرض والشجر والكرم وكل شجرة مثمرة في كل المسمونة لكي يبارك المسيح لنا من الثاني ولغير العالمين ويغفر لنا خطايانا. إذاك مقدار يا كنعمتك فرح وكح الأرض لرعفة ولتكسر أثمر عدة للزرع الحصاد. دبر حياتنا كما يليق باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس لأن عين الكل تترجعت لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لك نحن أيضا إذا كنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم اجرا سمائي. القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموا انت تعرفني بيه ان اسقوى بتير وقيت عبرنا كيف جيني بيه من يوتي اسقوى بني بطريرشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني رفيقيس ني بانجيلسيس ني مارتيروس ني اومولوجيتيس ني مبنف ماني ديني نسمي اي تابدوكي اي قول خينس ناتي ان هو ديتس هو بسمين هو يطيم بارسينوس ان سيونيبن تي توتو كوسس اواب تي اوجي يا ماري
كاشك فيه من عود بلوس أنا غسلين بعد يسعني سنور درموز بابتسيس أوهم مارتيروس من بعد استفان الدارش بيكونوا تومبروت مارتيروس من بطور موسى الإب أنجيلسيس ماركوس بيابوس طولوس إيتو أوهم مارتيروس من بيبطري أرشيتس أو أبزابيرس من بنساخ بيسكوروس من بيبط أثناتيوز بيامسولكوس من بيبط بيتروس يرو مارتيروس من بشم تس اوعب افا مكا اري من نشير تيرون استفروفو اورس من بنيوت افا يوانس بيقومينوس من بنيوت افا بيشوي بسمي برو من تيليوس بيمن ريتن دبن سوتيرن آغاسوس من بنيوت أغا بغلي برفتموهي من بيكيل بفماشيتيس من نشويس نيوت سوى بروميوس ماكسيموس من زوماديوس من بميرسيس مارتيروس نيخلو ينتشيت من بغوريس واب آبا موسي من يوانس كاني ببرز بتيروس من بنيوت آبا دانيل بغومينوس من بنيوت آبا سوزورس ببرز بتيروس من بنيوت آبا بخوم فاتي كنون يسودروس لفماسي تيس من بنيوت آبا شنوتي بارش من ابرتيس نما بابي إيه صادف ماتي إيه من بنيوت أبا سامويل بمولوكيتيس من بنيوت أبا أبرام بيسكوبس انتيشيوب نيم بخوروس تير انتاني اس اواب انتاك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعيا علينا وانت كان النوبي ماني قول بين السياب انتوني من بسمي عبا ظابي من بشم تسوى ما كاريوس عبا يؤنزي كله أبادي شوي أبابي من يوتيس أوابين روميوس ماكسيموس من دوميتيوس أبابوسي أبا يؤمنس كامي أبابا أنيس أباكي تزور سبب خوم أباشي إنوتي يا بابا سنوتي أبا برسومة أبا
كا تفريتون انا ابني بين انت بتشي وانت بتشي عزم وانت بتشي فنجابك نشتران اس او خن ابني بين الطايوت او اتز مراوت نم ايسوت بك من ريت نشيري نم بدن بمايس او ريني باسي وأيضا نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية غير الميتة. كريستوس انجبي بانتوكراتور شو ينسبن نوتي بركة وسلام لجميعكم. أنت هو كلمة الآب الإله الذي قبل الدور رئيس الكان الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر. ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم
وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق. وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك القدوس ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة. أنعم بحلول روح القدس على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشياء والآيات والعجائب وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس. نسبحك نباركك نمجدك نشكرك من أجل هذه النعم العظيمة. ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا أيضا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ نعوى بيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي نسألك الله بالصلاة ولا صلاة على سيدنا لكن نجينا من أفعال نعم منظره مفتاحه مجرد طلعه نشكرك يا رب لا ما تشتهي الملائكه ان تصلي اعددت لينا انت أفكي فلاسي مول تكريو إكليلتي Yeah.
القدسات للقديسين افلوجيتوس كريوس ايسو خريستو جسم سيدنا ماجون امين. النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله قديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي واسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادته وحد عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. لك كل من ذكر عنا
وكل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام محبة ربنا يسوع المسيح فلتكون مع جميعكم رسلوا من أكيد قائلين هللويا صلوا من أجل تناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية يا رب.